رغم كل الظروف المحيطة به من تصحر وإهمال وتجريف وعمليات إحراق لبساتين بأكملها، لا تزال التمور العراقية تنافس وبقوة نظيرتها المستوردة نظراً لمذاقها الفريد واللذيذ. يصل عدد أصناف التمر العراقي إلى نحو 600 صنف، وتعد تمور البرحي والزهدي والخستاوي من أشهر أنواع التمور العراقية، والقائمة في ذلك تطول. يقول حسين التميمي أحد باعة التمور في البصرة إن التمر العراقي يصل إلى الأسواق على دفعات، فكل نوع من التمور ينضج تباعا خلال فصل الصيف ويصبح جاهزا للقطف ثم البيع. هاي النوعية الحلاوي تنزل شهر السادس، من بعدها الساير، من بعد الساير البريم، من بعد البريم البرحي، النوب من وراء شهر السابع ينزل البرحي، من وراء البرحي النوب يبدي شهر الثامن المحافظات، النوب نظن نستيرد من عندهم. كمية التمور في الموسم الحالي تعتبر الأقل قياسا بالمواسم السابقة لأسباب عديدة، أبرزها تفاقم ملوحة المياه واستمرار تناقص عدد النخيل بسبب الجفاف والإهمال. هسه يشارف على الانتهاء، لأن السنة الحمل مال النخل ضعيف، لأن الماي مالح صادف بيها، فحمله ضعيف راح ينتهي. بعدين تجينا رطبة المحافظات، رطب المحافظات أشكال بيها الشويتي، بيها التبرزل، بيها الدقال، بيها الهدل، بيها أنواع. وبشكل عام فإن أعداد النخل في العراق تراجعت إلى النصف خلال 3 عقود فقط، إذ كان العراق ينتج أكثر من 500,000 طن من التمور سنوياً، بينما كانت أعداد النخيل في العراق تصل إلى نحو 50 مليون نخلة. أما اليوم فلا يتجاوز عددها 16 مليون نخلة فقط وفق إحصاء عام 2014.